السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سات فوسي جافي أنفي دو دير السلام عليكم يا أهل السلام، و فير رابلي نوتر شير أمي سمير حشيشة أبار لا ميم أوكازيون أوكال جو باس لو بونجور. دونك جو فيان سو سوار نبارطاجي كوم دابيتود مون انسومني افيك فو، سوف كو سات فوسي سيت ان ميساج كو جو فودري بيان باسي à tous les larbins qui, à un certain moment donné, se sont donné corps et âme pour le nain jardin Boutsereqa, Akbar Kha'in Arafahu Tarikh, Arafahu Tarikh al-Jazair ou Tarikh al-Bachariya, voilà. Donc, voilà, le gars, il a complètement disparu de la, circulation, le plus normalement du monde. مازال ما ناشير يتسنياو دي دوكري بريزيدونسيال كوم سي دو ريان ايتي، يعني تتوصل بين دروك الرخص الى انه عمك فافا فرانسوا هولون كيفي اون ديكلاراسيون كي دي بلي بوتفليقه ما ريب ميم با بارلي، وهذا في صمت جامع وشامل و ومطرطق لما يسمى بالحكومة الجزائرية. سبحان الله العظيم، يعني اسكو فرانسوا هولوند il pourrait مانيش عارف انا دوني سون افي sur l'état de santé du président somalien ولا il donne des informations ولا non. مانيش عارف والله العظيم يا جماعة، ظن بلي انسرت مومدوني واحد قال لي بلي ماتنو او بوان اونوني سي بون اوني كونداني ا ريوسير اون بون سي كوم سي جافي ديماري او كارد دو تور بتاترو بيان كو جنافي با بيان كومبري الميساج. قلت لها وي تسمع درك قال لي نو باسكو تو بونمون اي تو سامبلومون ساي جو بونس كون ا اتان الفون، on ne peut pas descendre plus bas. Donc Charul Baliyati Mayudhak, comme je vous l'ai dit, c'est une situation qui est risible avant tout. C'est nous qui sommes risibles. Keshab. Les Tosanna Bash Zumra Tajiyah Nta Rkhs ma antajahu hadha alwatan. Abkhs ma antajahu hadha alwatan. Li kunna nqulu aljazair walada. رانا نشوفو واش تا ولدت، واش ولدت، ولدت ناس اللي ما عندهم لا ذمة لا ضمير لا تربية لا قراية لا فهمة لا كفاءة لا والو 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 والو، نضا دي نضا ميزابار، يعني ال عند ال كيش نقولو شيبا هاد ال رامي راهم يتفاوقون ويتسابقون في من هو أرخص على حساب مصير شعب بأسره، شعب صامت، شعب اللي بون فخناه هو، يعني لا وشعب الجزائري قافز ويفهم ورا عارف وططتي ما عارف والو ما عارف والو، و بور سيرتان ما زلنا يعني بالنسبة لهم لي مانيش عارف انا مازلنا نحضروا نفس الهضرة وتحريض وبطاطي. وي أنا من المحرضين أعلن هذا وقد أعلنته من قبل ولا زلت أعلن، وأنا من المحرضين في إطار سلمية التحريض. أنا لست محرضا على أن يؤخذ السلاح ولا على أن يقتل الناس ولا على، لكني أحرض الناس اللي نلقاهم في القهاوي واللي نريح معهم في مانيش عارف انا في 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 لاريد بوس، واللي جو مو فو اي بيردو مو، انا احرض الناس باش يقوموا ضد هذا الحكم الظالم الجائر المفسد الفاسد الخائن، الخائن لعرضه ولعرضنا قبل كل شيء، الخائن لوطننا قبل، لان ما شكيتش باللي عنده احساس هاد الزمره الحاكمه ما عندهاش احساس بالانتماء الى هذا الوطن، ونفس هاد عدم الاحساس راها تربي
أجيال وأجيال عليه. هذا هو. دونك رسالة لكل من طبل وزمر وهلل بوتفليقة، الخائن بوتفليقة، وين وصل بكم؟ يعني المسؤولية نتاعكم اسكو دروك راكم متكاكين بها ولا الصوت اللي أدليتو به ومديتوه الإنسان منعدم الشرف وسلمتوا له مفاتيح البلاد. كل واحد اللي بوطا بوتفليقة يسأل روحه درك، يسأل روحه عن مسؤوليته تجاه ولاده قبل ما يسأل روحها عن مسؤوليته تجاه هذا الوطن. لأني ما شكيت باللي واحد بوطا بوتفليقة عندها بذرة حب لهذا الوطن، ما شكيت. وحينما أقول بوتفليقة يعني ما وراء بوتفليقة ظاهر وباين للعالم، باين حتى للأعمى، صوف اللي ربي عمله قلبه اللي ما يشوفهش. يعني بوتفليقة لو بغى يسقد الأمور كان يبدأ برؤوس الفساد، كان يبدأ بالقايد صالح وقنازية وتوفيق وطرطاق و كل الجنرالات، وكان يشوف كل ما هو كفاءة في البلد داخل أو خارج البلد ويجيبها ويحط هذه الكفاءة في خدمة الوطن. ولكن لا، دخلونا في هذه المسرحية نتاع توبيقو دال له، والقايد صالح دال له، وسعيد بوتفليقة دال له، وإحنا كالكورة دا يلعب من ودا يقيس من. لا حول ولا قوة إلا بالله، عظم الله أجرنا في أنفسنا. إذن هذا هو قال لك، قال لها ودي يا سيد السلطان راها أسبع التوا، قال لها إيه استوا والتوا ومذكر إيه للهوى، أما لابد تسريقة راها استوا والتوا ومذكر إيه للهوى. أنا نطلب ربي باش يطول له في عمره ويقلل له في صحته إن شاء الله، باش بلاك يكون عبرة لغيره ألا وعسى. المهم هذا هو، السلام عليكم ورحمة الله.